أنا أذكر في اللقاء يعني أثناء تنويمها بصراحة، يعني كانت هي منومة وتعبانة، وفي نفس الوقت كان زوجها منوم خرج من المستشفى بحالة صحية برضو. فكنا بنتكلم ونتوارد بعض أبيات الشعر، فقالت لي: دكتور، أنا قرأت أبيات الشعر هذه، هي أبيات شعر لمالك مالك ابن الريب، فبتشرح لي كيف انها بتقرا الاشعار لابو وائل على اساس انها تستثيره، يستعيد بعض من الذاكره بعد ما خرج من المرض. فكان الموقف، ويعني مين الان يقرا لشعر مالك بن الريب؟ فاذكر اني انا علقت مع بنتها انه انا اليوم اللي كنت اتمناه ان انا اجيب ابنائي وبناتي نزور ام وائل عشان يشوفوا الثقافة والنقاش الراقي، الله يرحمها. تقريبا هذه بعض المواقف اللي ذكرتها. بعض المواقف اللي يعني تبين نوعية شخصيتها الإيجابية والمرحة، أذكر إني كنت في زيارة لها برضو أثناء تعبها في قسم الطوارئ، وكان عندنا متدربة جديدة من البحرين، فإحنا جايين نطمن على أم وائل ونشوف وضعها الصحي وعلاماتها الحيوية. فلما لاحظت إنه اللهجة حق الدكتورة من البحرين وما هي من الفريق الطبي، فقامت تسألها عن البحرين وأخبارك وإن شاء الله مرتاحة في البلد وإن شاء الله. فقلت لها: أم وائل، إحنا جايين نطمن عليك، يعني خلي الدكتورة لما أنت تصحصحي شوي إن شاء الله تطمني عليها. فكانت إنسانة مرحة، وهذا يعني هذا على سبيل المثال فقط. توفيت الشملان في يوليو من عام 2021. تم تشيع جنازة الراحلة ودفنها في مقبرة الدمام. مرت علينا 3 أسابيع من الجحيم والعذاب والألم النفسي. وفاة أمي الله يغفر لها ما كانت سهلة، بس رب العالمين يعرف، والحمد لله أن احنا مؤمنين ومسلمين ومؤمنين يعني في أقدار رب العالمين، أنها هي ما كان حيكون في سيناريو غيره. الله يغفر لها ويرحمها. كانت 3 أسابيع في العناية المركزة ومصابة بكوفيد، وأختي كانت مصابة معها، فكانت هي اللي تقدر توصلها. وكان أبوي في العناية المركزة في المستشفى التخصصي، فكانت 3 أسابيع من الجحيم مؤلمة. كنا نقول: أعوذ بالله من تحول عافيتك وجميع سخطك. ما كانت سهلة أبداً 3 أسابيع. فكان رب العالمين يمهد لنا أنه الفقد ما حيكون سهل إلا لو ما كنا مرينا بهذه 3 أسابيع اللي الأرض ما تكفينا ولا السماء نمشي، ما نعرف وضعنا كان كيف صعب، وإن شاء الله يعني ما حد يمر في هذا الظرف. بعدها 3 أسابيع هذه الوفاة، وفاة أمي الله يغفر لها، كانت سهلة زي ما هي كانت طول عمرها سهلة. تعزيتها كان أسرة بسبب كوفيد، كانت الأسرة المقربة بس اللي لهم معزة هم اللي متواجدين، وكانت توصلنا التعزيات. في السيدات ما كنا نقدر نحصي عدد السيدات اللي يعزون. في البداية كان 500 اسم نرصدهم، بعدين صرنا ما نقدر نرصد الأسماء من كثرهم. خادم الحرمين الشريفين عزانا، وسمو ولي العهد عزانا الله يجزاهم خير، وكثير من الوزراء اللي اشتغلت معاهم، واللي كمان ما اشتغلت معاهم بس قدروا طريقة يعني عملها الأدبي ومجهوداتها في العمل. هذا اللي تقول: ماما جزاء الإحسان إلا الإحسان. كلهم قدروا هذا. رحلت شريف الشملان بعد مسيرة طويلة في خدمة قضايا وهموم المرأة السعودية. بدأت الشملان رحلتها في الحياة على واقع اجتماعي لا يوازي قناعاتها نحو المرأة.
وأنهتها بعدما شاهدت أحلامها تصبح حقيقة بتمكين المرأة وتغيير نظرة المجتمع إلى أهمية مشاركتها في العمل والبناء.